توفيق، صباح الهنا عليك طبعا في البداية، وسامعينك أنا أستاذ محمود وكل سادة المشاهدين، تفضل. صباح الخير عليكم، يعني تحياتي ليك انا هواند واستاذنا الكبير استاذ محمود صبري الناقد الرياضي بالاهرام، يعني وكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. يمكن على طول على قلب وساق فريق النادي الاهلي بيواصل تدريباته خلال فتره التوقف الدولي، طبعا عدد كبير جدا من اللاعبين منضم سواء لمنتخب مصر الاول او كمان المنتخب الاولمبي او كمان المنتخبات الافريقيه المختلفه. يمكن النهارده كمان هنشوف اثنين من اللاعبين الدوليين في مباريات مختلفه سواء اليو ديانج او كمان علي معلول وبيرسيتاو. يمكن النهارده التدريب قوي جدا كالعاده هنا في النادي الاهلي، يمكن تدريب صباحي لليوم الثالث على التوالي. طبعا التدريب بدا في البدايه بمحاضره المستر مارسيل كولر، اتكلم فيها مع اللاعبين داخل ارضيه الملعب عن الشكل اللي ينوي تطبيقه او شكل التدريبات خلال هذه الفتره، خاصه ان هواند طبعا زي ما قلنا في عدد كبير جدا من اللاعبين الدوليين مش موجود، ففي عدد 10 لاعبين من قطاعات الشباب في فريق النادي الاهلي موجودين في التدريبات. فطبعا مستر مارسيل كولر بيتكلم معاهم بشكل كبير جدا علشان طبعا يكونوا داخلين جوه الفريق بشكل كبير جدا. التدريبات بدات بتدريبات بدنيه قويه جدا، ومن بعدها بعد التدريبات بالكره، وحالا دلوقتي وانا معاكم على الهواء موجود التقسيمه او اخر فقرات التدريب باذن الله رب العالمين. يمكن الفريق يعني هيحصل على راحه من التدريبات غدا، وبعد كده ان شاء الله يوصل التدريبات سواء يوم الخميس او الجمعه، وباذن الله رب العالمين يكون السفر يوم السبت المقبل باذن الله للمعسكر الخارجي. ان شاء الله المعسكر يؤتي بثماره، واللاعبين الموجودين هنا يكونوا وصلوا لحاله بدنيه وفنيه، لانها بمثابه زي ما بنتكلم كده فتره اعداد مصغره في فتره الشتاء، وباذن الله يرجع كمان لاعبي المنتخب الوطني يكونوا موجودين في اقرب فرصه باذن الله رب العالمين. باذن الله نتمنى لهم الحصول على البطوله والتتويج ببطوله افريقيا الساميه لتاريخ في تاريخ منتخب مصر، ومن ثم ان شاء الله الفريق هيبدا باذن الله رحلته الافريقيه والمحليه، وباذن الله يبدا تتويجه ويوصل تتويجاته بالبطولات المختلفه. وطبعا في يعني سمعكم بتتكلموا عن المنتخب الوطني، فنتمنى ان شاء الله كمان الفتره الجايه المنتخب يكون اداؤه افضل، وباذن الله رب العالمين نحقق اللقب الثامن، وكل جماهير مصر تكون فرحانه وجماهير النادي الاهلي بالطبع باذن الله رب العالمين. والله نامل ذلك جدا يا توفيق باذن الله، واشكرك جدا جدا على هذه التغطية الرائعة، شكرا لك.